السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار تتبع ديالنا للشأن المحلي وبصفتي كفاعل جمعوي وإعلامي، لاحظت يوم أمس جريدة من بعض الجرائد الإلكترونية بجهة الداخلة وادي الدهب تطرقت المجموعة من النقاط، وأنا اليوم للرد عليها لتنوير الرأي المحلي والجهوي والوطني. صاحب هذه الجريدة هو كيستعملها كوظيفة، هو أصلا موظف بعدا ديال الدولة وما كيخدم، وهي الجريدة كيستعملها المآرب ديالو الشخصية والعاطفة ديالو والمسائل ديالو اللي كتخصو انطلاقا من المقالات اللي كينشر، لأن المقالات ديالو كاميرا كان تيليشارجي وكان خليهم عندي للاستئناس. المقال الأول اللي كان قال كنضرب فيه السيد رئيس المجلس الجهوي الجهة الداخلة ودا بالدكتور الخطاط ينجا، وضرب فيه السيد الأستاذ أمي أبو بكر مدير المصالح بجهة الداخلة والذهب، كيخبطهم بجوج أنهم كيستعملوا الشطاط مع الموظفين هكذا، مما حدا بنا لتنظيم واحد الزيارة ميدانية للمقر الجهوي الجهة الداخلة والذهب، وشفنا الأمور كما هي عليه وكمور الحمد لله مزيانة ومسعيد. اليوم اتطرق بعد ذلك اتطرق لواحد المسألة ثانية، قال بأن الناس ديال الحرس الخاص ديال الجهة كيستعملوا الشطط مع الناس ديال الحمامة والناس ديال التحالف الجهوي، وكيخلوا الناس ديال الميزان. هذا الكلام اللي جاء على المقالات ديالو، انتم راكم متتبعين وعارفينها. بغى يقيم النعورات القبلية وهالمسائل بين التحالف الجهوي، مادها في حد منين خبط الخبطة الأولى ومادها فيها حد، خبط الخبطة الثانية ومادها في حد. أضريك اليوم جاش قال أضريك خبط في كل شيء، قال لهم على أساس أن التحالف الجهوي اللي نتمنوا له مولانا أنه يبقى خدمة لهذه الساكنة العظيمة أنه تم على أساس الرضا الشخصي لكل طرف. ما فهمنا، خاصو يزيد يوضح حتى باش نقدروا نردوا عليه. إذن التحالف الجهوي بجهة الداخلة والذهب كان خاص بالمصلحة العامة للمواطنين والمصلحة ديال ساكنة جهة الداخلة والذهب، وكلهم كانوا تطرقوا لها، لا مما يخص الناس ديال الحمامة ولا الحلفاء الثانيين ولا الناس ديال الحزب ديال الاستقلال والمسائل. إذن هذا التحالف نتمنى من الله أن يكون تحالفا متماسكا. أما فيما يخص هذا صاحب الجريدة بين، وما كان خاصني نرد عليه، ولكن خاص لابد ننور الرأي المحلي والجهوي بهذه المسائل الخبيثة اللي عاد يستعملها صاحب هذه المجلة، اللي كان في الأمس يطبل للمجلس الجهوي، وبالأمس كان يطبل للناس ديال الحمامة، وبالأمس كان يقذف ويسب الناس ديال الحمامة. إذن نقول له من هذا المنطلق الجريدة ديالك مثلت عندها مصداقية، ما عندها مصداقية، يعني جريدة استرزاقية محضة 100%. يعني انت إذا كنت تغير عليها الجهة يلتك بعد، أولا العمل اللي كيقوم به المجلس الجهوي ضريكتية ما يالله بداو، يالله مكيفين بداو، واتمنى لهم الله تبارك وتعالى التوفيق والسداد، ويتم هذا التحالف متماسك. احنا الى حد الساعه ما شفنا شيء ولا تم شيء ولا تصادق على شيء. هنا كاينين هناك مشاريع كبرى التي اعلن عنها صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله، واللي كان بدا فيها الاخ الدكتور الخطاطين حفظه الله، كان بدا في التنفيذ ديالها في المجلس الجهوي اللي فات، وكان السيد ماي اهل ابو بكر من الجنود الخفاء ديال هذا التحالف، كان من جنود الخفاء، وحفظهم الله ابناء الجهه ديالنا كامله، كلهم باسمه وكلهم من موقعه وكلهم حسب المسؤوليه التي انيطت اليه، من مستخدمين ومن موظفين ومن اطر ومن مهندسين تابعين المجلس الجهوي جهه الدخله والذهب. هذا اللي يمكن لي نقول في هذا الوقت الراهن، لان يعني مازال ما طلعش شيء، مازال ما كاين والو. التحالفات ديال ابناء جهه الدخله والذهب خدمه لهذه الساكنه، ما كان حتى شي ملاحظه اللي قدوا نلاحظوها باش نتكلموا. انت الى عدت عندك مسائل شخصيه مع حد، عود راجل وقوم لها
وقيسوا ديريكت وخبطوا ديريكت، ما تم تنور وتغلط الرأي العام في مسائل اللي لا تسمن ولا تغني من جوع. وإلى فيديو ثاني إن شاء الله. حافظ الله هذا الوطن تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. والخزي والعار ديما كنقولها للخونة ما ظهر منهم وما بطل. ونقول صاحب الجريدة عوّش شوي البوصلة للقضية الوطنية، عوّش شوي البوصلة للقضية الوطنية، لأن يعني القضية الوطنية كما قال صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تحتاج في هذا الوقت أكثر من الأوقات الثانية. تحتاجنا نحن كفاعلين محليين وكإعلاميين، كتحتاجنا. ما تم لا لاصق في الجهة، الجهة ما تعطيك شيء، ويلتك تخدم، ترك موظف دولة ويلتك تخدم وتقابل خدمتك. دوبل فونكسيونير ما الوظيفة كما كيقولوا دوبل فونكسيونير ما يخالقه، يا اما تدخل لمرحلة الإعلام أو تدخل الخدمة ديالك. واهتم نتمنى من الله لحظك تتكلم عن القضية الوطنية، غير ما تقد. أنا كنقول عنك ما تقد، ترك عارف علاش ما تقد تتكلم عليها. تتكلم عليها علاش عاجب فيها الفلوس شي نعطالك، هذا هو. ووفق الله الرئيس مجلس الجهة والجهات الداخلة والدهب اللي كينفذ السياسة الملكية الشريفة، والمجلس دياله كلهم باسمه وكلهم بموقعه من نواب ومن أعضاء كاملين. ونتمنى من الله هذا التحالف يخدم هذه الجهة ويكون ساكنة الجهة لا عليها يكون لها، وينفذ السياسة الملكية السامية حول المجال التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية والتنزيل دياله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان معكم الإعلامي والفاعل الجمعوي إدريس العماري.